فالنهارده احنا برضو بنتكلم اسلحتهم ايه في هذا الموضوع. بس السؤال اللي عايز اساله قبل الاسلحه ايه، طب النهارده الذي ينفق على هذا الموضوع بتبقى الدول ولا المنظمه الماسونيه ذات نفسها، ولا الاسر اللي هي اللي احنا بنقول عليها المتنورين والناس دي كلها؟ ما هي النقطه ان زي ما قلنا تخليفوا بعضيهم، زي ما قلنا بقى حكومه الظل دي، حكومة الظل دي مسيطرة تماما على الاقتصاد العالمي، مسيطرة يعني مثلا زي ما قلت عائلة روتشيلد أملاكها لوحدها تعادل نص أموال العالم كله، يعني تخيل كم المليارات الرهيبة. هي مسيطرة على بنوك العالم كلها وحركة الاقتصاد في العالم وحركة سوق الذهب وحركة كذا وحركة كذا. وعلى فكرة من ضمن أسباب قتل القذافي، غير طبعا موضوع الثورات وليبيا ومش عارف ايه، القذافي كان في اموال اسمها اموال الـ 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 الحركه الثوريه الليبيه، دي كانت من ضمن الاموال اللي مش مرصوده رسميا لكن يعرفها اللي هم المجموعه بتاعت القذافي دي، كانت عباره يعني هي مليارات، بس انا عايز اجيب رقمها بالظبط، بس هو حولها لذهب وكان هيسك عمله ذهب. وعلى فكره الكلام ده عليه يعني نازل كل الاثباتات والوثائق بتاعته، ممكن نفتحه في موضوع تاني في مره تانيه. كان هيسك عمله ذهب، العمله الذهب دي كانت هتوقع تماما الدولار، هم اصلا الدولار واليورو هيقع، بس دي كانت هتنقل مركز القوه الاقتصاديه في الوقت دوت لافريقيا في الوقت ده. وده موثق ان من احد الاسباب انه لازم القذافي يقتل. والفلوس دي على فكره لغايه دلوقتي الناس اللي جوه ليبيا ما يعرفوش تماما اصول، ما يعرفوش حجمها تماما، وهي موثقه مش كلام مرسل. بس كنت عايز انقل على نقطه ان هو بيتم الصرف في حاجه اسمها التمويل الاسود. التمويل الاسود ده اللي هو التمويل اللي ما بيمرش عبر مسارات قانونيه. وعلى فكرة أوباما ممسوك عليه كذا حاجة مش عارفة ازاي العالم سكت عليها، يعني هو ما كان بيمد الحركات اللي هي في مصر مدها مثلا، وسألوه في الكونجرس وفي حملة رومني جاب الإثباتات دي، هو مد الحركات الداخلية بما يزيد حركة معينة بما يزيد مليار ونص دولار في خلال فترة الثورة. حركات المجتمع المدني، وعلى فكره حركات المجتمع المدني دي تتبع مشروع اسمه مشروع كاميلوت، ان انت ازاي تفكك تخلخل الدول من الداخل تمهيدا للثورات القادمه عن طريق عملاء فيما يسمى المنظمات المجتمع المدني. طبعا ده مش معناه انه يعني ده مش اتهام لجميع منظمات المجتمع المدني، انا بقول في عملاء في بعض منظمات المجتمع المدني، ودي كانت تتبع مشروع طيب كبير اللي هو مشروع كاميلوت. ايهاب احمد بيقول السلام عليكم يا استاذ ابراهيم، تحياتي للضيفه الكريمه، اريد ان تسال ضيفتك عن خطوره غاز الكيمتريل والتلاعب بالطقس والشعاع الازرق الماسوني. ده موضوع مهم جدا، كنت عايزه اتكلم فيه، بس اتكلمي فيه دلوقتي. قبل ما اذكره يعني ما انت قبل ما مش هنخلص من قبل لا مش قصدي، يعني انا هتكلم في النقطه دي بس لازم اذكر مع الكيمتريل اذكر هرب، يعني طيب. لازم اذكر الاثنين مع بعض. قولي اولا هارب والكيمتريل وهنتكلم عليهم، دول كانوا ده سلاح سلاح هارب، ده منظومه كارثيه هنتكلم عليها وهنجيبها دلوقتي، يعني دي منظومه هارب هنتكلم عليه. والكيمتريل كمان بيستخدم مع هارب، يعني الكيمتريل ممكن يستخدم لوحده، ولما بيستخدم مع هارب بيؤدي يعمل مصيبه سوداء ثانيه، احداث كارثيه جدا. طيب. فالاول ايه الصور اللي احنا شايفينها ديت؟ ده منظومة هارب، يعني هارب ده عشان بس اربع حاجات الاول يعني لازم نعرف ان هارب والكيمتريل كان من احد النجاحات للتجارب الروسية قبل التفكك الاتحاد السوفيتي. امريكا طبعا بالجواسيس الجواسيس في الداخل وكده، وعلى فكرة روسيا استخدمت الهارب بس مش طبعا بالعمق اللي عملته امريكا بقى طورته لدرجه كارثيه، لكن روسيا مش اللي هو بتاع المطر الطقس، لا ما انا هقول ثواني، يعني هارب له كذا استخدام، هو تعتبر اسمها الاسلحه الجيوفيزيائيه اوكي او التكتونيه. الاسلحه ديت تعتبر اسلحه دمار شامل لكن تحت مسمى الاسلحه النظيفه اللي هو مش ممكن تمسك لها اثبات ليه او صعب تمسك لها، لكن هي اسلحه دمار شامل. ليه؟ سلاح حرب ده قادر، يعني باختصار هو قادر على حاجات كتير جدا، بس باختصار بيعمل زلازل
قادر على صنع الزلازل، قادر على صنع تسونامي، قادر على بيشترك مع الكيمترال في تغيير المناخ والأمطار والعواصف، العواصف اللي هي الرهيبة. وهنتكلم على ان هم اللي عملوا على فكرة ساندي، يعني هم بيتدخلوا، عشان ما حدش يقول لا ده انتوا هتدخلوا في حاجة ربنا او في صنع ربنا، لا هم بيتدخلوا. في حاجات بيعملوها بالكامل وفي حاجات بتبقى لها حاجات طبيعية وبيتدخلوا عشان يخلوها كارثية بطريقة رهيبة زي زلزال اليابان. يعني هتكلم في الموضوع ده، بس عشان اقول اول هارب بيعمل زلازل، تسونامي، عواصف، تورنيدو اللي هو اعصارات، زائد بقى الاخطر من كده انه بيتحكم في العقول، قادر على الإصابة بأمراض عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية، قادر على التحكم في العقل، قادر على استهداف شخص بعينه عن بعد آلاف الكيلومترات. فعشان أقول أول منظومة هارب، يعني بعد ما أمريكا سرقت العلوم دي من روسيا، روسيا طورتها بطريقة رهيبة واستخدمتها على فكرة، هجمت بيها مبنى البنتاجون الأمريكي، وعشان كده هم غيروا مبنى البنتاجون وعملوا له شيلدين كامل بعده، وبدمروا الحاجات دي عند روسيا وسرقوها وطوروها بقى تطوير رهيب جدا. عملوا هارب ده بقى، ابتدى المشروع ده في ألاسكا على مساحة 140 كيلومتر، بحيث ان هو بيعتمد على ايه؟ انك انت، وهو دلوقتي له كمان 8 مراكز تحكم حوالين العالم، بس بيعتمد على الفكرة باختصار ايه؟ ان انت بتطلق حزمات من موجات راديوية او موجات مايكروويف، بتطلقها لجزء في الغلاف الجوي اللي هو فوق طبقة الأوزون اللي هو عند طبقة الأيونوسفير، بحيث ان انت بتسخن طبقات الجو العليا دي قوي، بتشحن فيها طاقة 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 على قد ما انت ايه اللي انت عايز تستخدمه، بتشحن فيها طاقة جامدة جدا، وبعدين تقوم مفرغ الطاقة دي في المكان اللي انت عايز توجهه عن طريق تحكمك في المكان اللي انت عايز توجهه. وايه الهدف؟ انت عايز تعمل زلزال هتوجهه لطبقات الارض الداخلية، عايز تعمل عاصفة هتسيرها بطريقة معينة بحيث ايه تتدخل في سير الاعصار او العاصفة، عايز تعمل تسونامي، عايز تعمل درجة. هو برضو على فكرة هارب قادر على كشف بواطن الارض الكنوز اللي فيها، يعني سواء مثلا عروق ذهب، الحاجات اللي هي بترول، الكلام ده هو برضو من احد قدراته. الكيمترال عبارة عن ايه؟ كيمترال عبارة عن مركبات كيماوية بتترش على طبقات عالية، باختصار يعني هي لها قدرة على الامطار والإجداب في نفس الوقت. ما هي دي يعني اللي كان عاملين لما قالوا في موسكو، كان عندهم عاملين احتفال في الميدان الأحمر، ومش عايزين المطر تنزل، هم بيقدروا ينزلوا مطر فبيرشوا حاجات كده، كان حاجات زي كده يعني. فالنقطة ان هو بس ابتدى بقى يحصل فيه تطور جامد جدا. لايه؟ ان بدخول عناصر كيماوية معينة، وممكن لو حد عايز تركيبها. ده الصورة دي كان ايه لورنان؟ ايه ده؟ دي جت في الاهرام وجت في الاخبار، لان ده الموضوع ده ومحدش حقق فيه، مع ان العلماء اثبتوا ان الكيمترال استخدم على مصر وبيستخدم، واستخدم في العراق، وعلى فكره هارب استخدم في العراق واستخدم في ايران واستخدم في زلزال تركيا. هنتكلم على موضوع هارب بس عشان الصوره دي الاول. هارب حصل الكيمترال حصل تطوير فيه، ان بدخول كيماويات معينه انت قادر كمان ان انت تعمل صواعق، وقادر على انك انت غير الامطار والاجداب ان انت تمنع المطر. ده كوريا الشماليه عين شحتوهم بعدم المطر. غير كده الارض نفسها ممكن تلعب في الارض نفسها، ممكن مثلا موضوع الجراد الاحمر ده كان بسبب الكيمترال. الصواعق اللي هي الصواعق الغير مسببه باسباب طبيعيه. اضافه لكده بقى، انت لما تستخدم الصوره اللي فاتت، معلش نرجع للي فاتت دي، ده لما انت تستخدم بقى هارب مع الكيمترال انت قادر على انك انت تعمل حاجات كارثيه. على فكره سلاح حرب مسيطر عليه البحرية الأمريكية، بتقوده اللي هي المسيطر الأساسي، البحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية، ده رسميا على فكرة السلاح ده رسمي، زائد بقى عدد من المراكز البحثية الرسمية تحتهم. طلع جنرال في القوات الجوية، يعني في المحاضرة بتاعته بس عايز أدور عليها على اليوتيوب، بس أنا عندي التوثيق بتاع المحاضرة بتاعته على السايت بتاعه، قال إن أمريكا في حلول سنة 2020 لغاية 2025 هتكون سيطرة تامة على كل الطقس في العالم، ومحدش انتبه لإيه خطورة ده، إن أمريكا مسيطرة على الطقس في العالم كله ومسيطرة. وطبعا هو إدى بقى حاجات نبذات عن الزلازل وبتاع، بس إن هو أعلن إن أمريكا في حدود سنة 2020 هتبقى سيطرة على الطقس في العالم كله، وبفضل وقالها حتى يعني كده منطوقا بفضل هارب والكيمترال.
يعني ايه احنا هي النقطه ان احنا بقينا سوري معلش احنا بقينا في عصر الفجور يعني احنا بتحصل حاجات ما فيش حد بيحاسب.